اوه لا 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 شي. انا اسف انا اسف يا رمزي، انا جدا اسف. السلام عليكم وبركاته يا شباب، معكم زايد في لعبة هاي سكول 101. طبعا شباب هذه لعبة يعني كيف تغش في الاختبارات. يا بقرة احنا تونا خلصنا اختبارات وتشوه الفيديو، مفروض تشوه اثنين اختبارات. اوكي شباب انا ادري ان وقت الفيديو غلط، يعني خلاص خلص الاختبارات وكذا، بس يا شباب لازم تعرفون شيء، ومو عليكم اختبار واحد وخلاص انتهيتوا صح ولا لا؟ في اختبار ثاني، فصل ثاني، فصل ثالث، والله ما ادري انتحون في اي فصل، بس المهم انه في اختبارات جاية. فانا بدل ما اخليكم تعانون وتتذاكرون مدري ايش تسوون الاشياء، راح اوريكم كيف ما تعانون وكيف يعني تنجحون وانتم في السرير حرفيا. فيا خذوا هذا الفيديو يعني كتعليم ها، عشان بعدين مرة ثانية يوم تختبر تاخذ النصائح. عموما شباب قبل هذا الفيديو او هذا الفيديو الى 66,000 لايك. وشباب ما ادري اذا انا يوم اقول كذا يعني اثر ولا لا، لان الفيديو السابق جاب لايكات مو معقوله مع ان مشاهداته اقل من مشاهدات الفيديو اللي قبل، فما ادري صراحه شيء غريب. عموما شباب خلونا نطلعكم ونبدا. اوكي شباب بدينا اللعبه اكزا يو ماست باس، لازم تعدي بكل الطرق. نعم يا شباب انتم خلاص هذا اخر يوم لكم. سيرش دور على الاجوبه وانشرها. هذا شاب بعد لازم تسويه، لازم تساعد اصدقائك. ممكن بعض يقول ليش تسوي كذا زايد؟ انا اقول لكم ليش. يوم تساعد اصدقائك هم يقولون كذا يعني يرتفع عندهم الريبيوتيشن عندك، يقولون هذا الانسان اسطوره ساعدنا. فبعدين يجي امتحان ثاني بوم يساعدوك. اوكي شباب شباب ما ساعدوني ولا شيء. الو اصبر مكتوب سيرش دور الاجوبه. نعم دور الاجوبه. اصبر لقى الاجوبه، روح اهمس لها. لا صبر. اوكي اتوقع شباب فهمت اللعبه، لازم تدور على الاجوبه تهمسها للشخص اللي بعده صح ولا لا؟ هنا مكتوب ويسبر. ايوه يعني اهمس اللي جنبك. اوكي يلا اهمس لهذا. ايوه قول له اجوبه، قول له. حلو اعطاني لايك. طيب ايش بعدين يا حبيبي؟ صبر مكتوب تايم، شو السالفه؟ مكتوب ويسبر هنا انا اهمس له نعطيه الاجوبه، يعني هذا يعرف جو. والله ما ادري ايش صار. الو وش صار؟ ايش السالفه؟ لا يكون انفصلوا، لا يقول لك بس 2 من 5 اللي قدروا هذا. لا يا شباب لازم قلت لكم ايش تساعدون اللي حواليكم. اوكي يلا دور اجوبه في جوجل، اكتب كيف الحيوان ينقرض بسرعه. ايوه لقى الاجوبه. اقول لك ترى الجواب هو انه يعني في واحد يعني صياد يقتلهم. يا اخي ايش اسوي يا اخي؟ والله مشكله. بيبر اي نيدز انسرز، يقول يحتاج اجوبه. اوكي اصبر انت يا ورع اهمس لهذا تايرون. ايوه ذير وي جو. والحين انت اهمس لهذا. لا 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 الاستاذ شباب ذير وي جو. والحين انت جيب الورقه الطائره. بصبر لا 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 خلوني شاء او شيء يوخر هذا الاستاذ الورع. ما في شيء ايش طالع انت؟ ما في شيء. ايوه يا حبيبي ايش يمه هذا وخر وطف. اوكي يلا بيبر انت يلا روح. او ماي جاد وطف. ذير وي جو يا شباب كلهم ناجحين. ايوه الحين الشباب شوفوا كيف الشخص هذاك راح يقول هذا اسطوره فراح اساعده. نكست ليفل يا سو او ماي جاد اساعد كل اللي هنا وال. طيب يلا شباب مين اللي عنده؟ اوه هذا اللي راح يلقى الاجوبه. اوكي يا جون ابحث يلا بسرعه ابحث يا اخوي. لا 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 طالع. ايوه طالع الجدار. ايوه الجدار حلو صراحه، الجدار لونه حلو. ايوه طيب بعدين لازم هذا الشخص يهمس لهذا. ايوه هذا المدرس راح برا. اوكي لا 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 اوه ماي جاد هذه مو طريقه يعني ها فيها مخاطره شباب. ها اصبر انت رجاء ارفع يدك. ايوه والحين انت روح امس لهذا. ايوه ذير وي جو وانت امس لهذا. اوكي ريز هاند ايوه اوه طيب حلو حلو كل شيء تمام. وانت يا ابو الشباب اباك تفر ورقه لهذولك لهذاك اللي على اليسار. ايوه انت كمل ذير وي جو فليب شو فليب يكسر الطاوله وطف. اوكي اصبر انت اهمس لهذا. ديم يا شباب احس لو فعلا سويتها في الصدق راح تنفع معاك، بس ما ادري ليش هذا الاستاذ عنده يعني حق البيسبول، يعني ما اللي اعرفه انه عنده مسطره على الاقل. طيب انت ارفع يدك. ايوه شوف انت لا لازم تساهم. باقي 3 ثواني. اوكي انا اسف اني استخدمتك صراحه ما نجحت انت، لكن يا شباب يعني ما نقدر ننجح كل حد يعني كمان. اصبر وات شويه اللي نجحوا يا عمي. او ماي جاد 5 من 11. لا حبيبي احنا ما نقبل هذا الشيء شباب. اوه لا شي. انا اسف يا رمزي، انا جدا اسف. كمان يا اخي توقعت اني انا افضل واحد في الغش. يا شباب لازم نسرع ما ينفع كذا. فليب شوف فليب هذا. يا ساتر عصب.
أوه ماي جاد. طيب كيف كيف أوه ماي جاد ما حد عنده ورقة يا عمي. هذا بعد عصب يقول يا عمي شو الاختبار اختبار أقسم بالله ما في لا في ايوه ما صار شيء. اوكي شيء غريب صراحه بس الحين انا كيف كيف يعني هذا الحين بعرف كيف اغشش الناس الثانيين يا شيخ. ايش الاختبار الخايس يا عمي انت اقسم بالاختباراتكم خايسه يا حبيبي لا اوكي شوف لاحظوا ان الاستاذ حمار مو حمار لا يعني يساعدنا شباب غشش تقريبا شوفوا كم بعد يطالع هناك وطف ايش وضع هذا هذا الاستاذ اللي نفس كذا عرفت عرفت جاب النوع اللي كذا يطلع برا الصف عشان يساعدكم افضل اساتذه هذا صراحه تصبر انت والله دايم الاستاذ طيب شباب شوفوا كيف اوكي يلا انت اخر واحد اند ذير وي جو كلنا نجحنا الله انت يا استاذ اصبر هذا ما نقدر نعرف اسمه ما عليه اخترع اسم الاستاذ عبد السلام هو افضل استاذ في العالم صراحه ويعني اوكي صح انه راح يصير له مشكله بس هو مو ذنبه يا اخي هو كان يطالع برا يعني ايش ايش تبى يسوي يعني اوكي تبى يتابع داخل بس لا زال يعني لازم هالمره في مراقبين او شيت ما عليكم شباب كان يسموني ذا ماستر اوف تي ان اوكي ولا لا انت رجاء ايوه غشش غشش اللي جنبك ايوه بسرعه 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 غشش غشش هذا بعد ايوه بابا بنانا بابا بنانا والله صوتي ضحك طب انت يا اخي ابو حد يرفع يده اه ماي جاد يا اخي المراقبين كيف يا اخي كيف الحين ماي جاد هذا ما يعني شاب انه لازم نستسلم انت رجاء نسوي شوشره ايوه قول ان هذا الاختبار خايس غشش غشش هذا ايوه وانت يا ابو الشباب ابغاك ترمي ورقه لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي مراقبين صح اصبر انت ارفع يدك ايوه لا هذا المراقب لا 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 او وات اي ما صار شيء اوكي غشش غشش اللي جنبك ايوه لا 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 اوه طيب انت ابو الشباب اكسر ام الطاوله ايوه وغشش هذاك اللي عندك لازم لازم كذا يعني في تعاون يعني لازم حركات شو اسمه طب اصبر باقي كم باقي بس باقي هذا اوكي ما ادري تنفع ولا لا ولكن الحين لا ما في وقت ولا كمان باقي اخر واحد اوكي اتوقع اللي نجحوا كثير او ماي جاد اي احسه مو بكثير ولا 7 من 13 شيت لازم ننجح اكثر بعد لا 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 انا اسف يا بجورن انا اسف شيمن يا ليل المراقبين الاثنين والله مشكله ايش فيهم هذول ايه المراقب شكله صار بق اوكي راح نستغلها شباب حلو طب اصبر ايه مين يقدر يغشش الحين؟ ها هذا حلو حلو شباب الاساتذه صار فيهم برين فريز بسرعه بسرعه غشوا بعض هذه فرصه ما راح تتكرر اوكي باقي اخر واحد هذا كيف غشش هذا المسكين او ماي جاد انا اسف بس ما اقدر اغششك اوكي اتوقع الحين كثير نجحوا ها اي لازم لازم الكل يا ساتر that's too much man 2000 years later اوكي شاب بعد وقت طويل حرفيا وقت طويل قدرت اعدي المرحله مرحله جدا صعبه 13 طالب وعلى الاقل 10 لازم تنجحهم عموما اتمنى الحين او ماي جاد هالمره كم ول 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 ايه مدير بعد هالمره مراقب يعني قوي يا الله هذا من المراقبين اللي كذا او ماي جاد حتى ايش الرينج هذا ول والله شاب الرينج مره قوي عرفت شاب هذاك الاستاذ اللي كذا يوم كان صغير ما ينجح ما يريد ينجح اللي معاه بس كذا يبي يخليهم يعانون نفس معاناته يا اخي ليه كذا يا اخي اوكي صح ان انت عانيت بس ما يعني انك لازم تخلي الناس يعانون لازم تكون طيب مع الكل انا شاب لو كنت استاذ بخليهم بالعكس يعني ياخذون راحتهم بس بحدود يعني ما راح اخلي كل حد يغش لا يعني ها شويه شويه اوكي عشان ما انفصل من وظيفتي يعني كمل 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 لا 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 تلف لا تلف والله يا اخي روح على اضغط على هذا او ماي جاد ارفع يدك مره ثانيه ايوه اوكي كم الحين ما اتوقع شاب يا اخي والله كثير يا اخي ايش ذا بليز قول لي ان او ماي جاد 17 9 يمكن شاب 10 وخلاص والله شاب ما ادري لكن ما عليكم نحاول هو اهم شيء انه بس استاذ واحد لو استاذين مشكله فاستاذ واحد سول جود انت رجاء انكسر الطاوله قول هذا الامتحان ورع وخايس واللي سواه ما يعرف شيء وانت اهمس للي وراك ايوه واهمس للي جنبك وانت ارفع يدك ايوه قول الاستاذ يا شاف في سؤال ما فهمته ايوه ذير وي جو دايم دايم شوف الخطه لا 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 احد لا 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 يا اخي هذا كسر الطاوله يا استاذ يعني انت او ماي جاد يعني انت يا استاذ عادي عندك واحد يكسر الطاوله ولكن مو بعادي انه واحد يغش ها استاذ علق يا شباب ولا
اوكي نايس الحين شاب الاستاذ كذا يوم ضرب الطالب هذاك حس بالذنب، قال يا اخي ليتني ما سويت كذا يا اخي، الحين هذاك راح يرجع البيت ويقول لها لا انا ما نجحت ومدري ايش وراح ينجلد. فكفو يا الاستاذ. ايوه هذا الاستاذ اللي نباهم. طب انت باك تهمس لهذا عشان يكون عندك اجابات وتعطي لهذا وهذا وهذا، بس يا اخي لازم بسرعه يا اخي، هذا ساعتين يا اخي اهمس لهذا ايش فيه، لا حول ولا قوه. صار باك ثاني بعد. نايس اللعبه هذه من جولي شيك. الأجوبة شاب ما ترسل خلاص جيم اوفر يا اخي، والله يعني مصار فيه لبق الاستاذ، ولا من الاستاذ صار طيب يشير هذا الشيء يعني كمان، يعني كل واحد ما يريد يعطي الاجوبه ليه ها قولي ليه يعني. اوكي انت ناجح نجح اللي معاك يا اخي. اوكي شاب احنا يعني كل اللي صف اللي على اليمين كلهم تمام. ايوه ذير وي جو. نايس ايوه الله كل شيء قاعد يمشي في الخطه يا شباب. اوكي انت ريدك ترفع يدك. ايوه خلني غشش هذا. اوكي والله شاب نجحت كثير حلو، وانت رجال ارفع يدك ما عليك راح نغششك، بس ارفع يدك. ايوه غشش اللي جنبك. ايوه وانت يا ابو الشباب غشش هذا اللي هنا. ايوه كل شيء تمام، كل شيء ضمن الخطه، دايما اتوقع بننجح كل حد ولا. والله اتمنى اني ما اجيب العيد على اخر شيء. اصبر راح افر. لا 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 اوه الحمد لله. ايوه نجح هذا الاسطوره هذا اللي هنا. لا اوكي الحمد لله. احد يرفع يده شباب، احد يرفع يده. مشكله ما في سمان. هذه لا 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 لا. انت اخر واحد وليتس جو، نجحنا كل حد يا شباب. واصبر بقى هذا اللي قدام يا اخي، روح غششه. ليتس جو نجحنا كل حدين والله. الله الشاذ يعطيك العافيه، ويعني الدب هذاك صراحه اسطوره لانه كان يرفع يده يعني يستفسر منك اجوبه او يعني يتساءل يعني، هذا الاختصار. او ماي جاد المره صف كامل وال مراقب. لا 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 شباب هالمره انفير، حرفيا انفير. اند اوف كورس انكشفت على طول. واو واصبروا واحد بس اللي يعرف الاجوبه. لا لا شباب احنا مره يعني الوضع مره صعب يعني شباب، احنا لازم نكسر سيارة الاستاذ صراحة. اوكي ما عليكم شباب، انا حس اني اقدر اسويها ما عليكم. ايوه غشش اللي جنبك بسرعة. ذير وي جو، هذا مات، مو مات يعني ما يقدر يغشش. طب انت رجاء ارفع يدك. ايوه خلني غشش هذا اللي قدام وغشش اللي جنبك. ايوه اشوف الجواب هو بي ها، بس اقول لك يعني، ولكن انت بعد لم تعطي الجواب الثاني. والله ما ادري ايش قاعد اقول انا. ارفع يدك انت مرة ثانية يا اخي، انت وخر يا اخي لا حول ولا قوة. او ماي جاد. اوكي شاب حاولت تغشش كثير بس ما قدرت يا اخي، والله شاب صعب يعني يوم تكون في الكلاس صعب جدا انك تغشش كل حد. نجحت 9 من 22 قاد ديمت. اوكي شاب هذه اللعبه بس كذا اسوي فيديو واحد عنها وخلاص، ما راح نسوي سلسله ولا شيء الا لو جاء عليه دعم. لا امزح، لان يا اخي اللعبه خلاص حسيتها ممله يوم تلعب كذا كم من دقيقه فيها وخلاص. عموما شباب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب عشان تبعد لي كل جديدي. كم ام زايد وسيا.